تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة في دبي، معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذ إسراء الهاشمي، واليوم مخرجنا المبدع الأستاذ أيمن. يشاركني اليوم في التقديم زميلتي آمنة آل علي. صباح الخير دكتورة. وطبعا معاكم في التقديم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعينا الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة أذكركم بتواصلكم معنا، وأيضا لملاحظاتكم على الأرقام التالية 6005514114 والرسائل النصية القصيرة 4006. طبعا قبل ما نبدأ حلقتنا دائما نذكركم بالطرق الثلاث الرئيسية لحمايتكم ضد فيروس كوفيد-19، أتوقع كلكم حفظتوها الحين، بس في التكرار الإفادة: نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين لا تقل عن مترين، نلبس كماماتنا بطريقة صحيحة ودائما طوال الوقت، طبعا ما ننسى نغسل إيدينا بشكل متكرر لمدة لا تقل عن 20 ثانية. حلقة اليوم متنوعة يا آمنة ومليئة بالمواضيع الشيقة. اليوم راح يكون عندنا آخر الأخبار الصحية والعلمية، راح ناخذ أسماء الجناحي وتعطينا آخر المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم راح نتحدث عن المكملات الغذائية للأطفال من ناحية الإيجابيات والسلبيات، وبعدين راح نتطرق على المشكلات وأمراض الجهاز الهضمي وعلاجها، وأيضا نختم حلقتنا بخدمات كبار المواطنين. وخبرنا الأول يقول: فطر البتولة قد يمنع فيروس كورونا من التكاثر. يمكن أن تمنع عصارة تم إعدادها على أساس فطر البتولة فيروس كورونا من التكاثر، هذا ما أثبته العلماء في مركز فيكتور الروسي للفيروسات والتكنولوجيات البيولوجية، حيث أفادت مجلة ناوكا الروسية بأن العصارة المذكورة يمكن استخدامها لإعداد دواء ضد فيروس كورونا، ويستخدم مستخلص تشاغا كذلك لعلاج أمراض المعدة والكبد والقلب والدرن. ويفسر العلماء تلك المواصفات الطبية المفيدة للتشاغا بمواد نشيطة بيولوجيا تنشأ نتيجة التعامل بين البتولة والفطر. وسبق للخبراء في مركز فيكتور الروسي أن اختبروا مواصفات مستخلص تشاغا على فيروس نقص المناعة والهربس البسيط وفيروس غرب النيل والفيروس الجدري. نعم دكتورة، شكل هذا المستخلص تشاغا مسوي ضجة بالضبط. فإن شاء الله نستفيد من هالدراسات لمحاربة فيروس كورونا. بالضبط. وطبعا من خبرنا عن تشاغا بننتقل إلى خبر: التدخين الإلكتروني يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. طبعا مثل ما نعرف أنه يعاني مستخدمو السجائر الإلكترونية من مخاطر عالية للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، واللي قد تكون مهددة للحياة وفقا لدراسة جديدة. ووجد الباحثون أن مستخدمي السجائر الإلكترونية الحاليين يواجهون ارتفاعا بنسبة 43% في مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، بينما واجه مستخدمو السجائر الإلكترونية السابقة زيادة بنسبة 21%. وتعد الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن واحدة من أولى الدراسات التي بحثت في السجائر الإلكترونية في عينة كبيرة وصحية من السكان بشكل مستقل عن استعمال منتجات التبغ الأخرى. ويقول الدكتور أندرو، الأستاذ المساعد للصحة العالمية في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن، يقول بأن يقدم هذا بعضا من أولى الأدلة المطولة على الأضرار المرتبطة بمنتجات السجائر الإلكترونية. يعني دكتورة، سواء السجائر السابقة
ولا اللي طوروها كلها لها أضرار. ومثل ما تقول الدراسة أن هذه السجائر الإلكترونية المطورة لها أضرار كذلك أكثر من السابقة. هي آمنة يعني اللي صاير الحين أن الكل بستبدل سجائر العادية بالإلكترونية وما كانوا يعرفون أن لها أضرار، الحين بدأت الدراسات تطلع وتقول أن حتى هاي السجائر الإلكترونية لها أضرار، والدراسة هذه تأكد الكلام هذا. نعم. ومعانا الآن زميلتنا أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور سو دكتورة، وعليك وعلى آمنة وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. إيش عندك اليوم عندنا من أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي أسماء؟ من ضمن الأخبار اللي تم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي هو صحة دبي ودبي القابضة لدى الشنان حافلة متطورة للتبرع بالدم عالية التجهيزات، وهذا بدعم مباشر من دبي القابضة. الفعالية كانت أمس في حرم مستشفى لطيفة بالقرب من الخيمة المجهزة الخاصة بالتبرع بالدم، وكانت بحضور معالي حميد القطامي وسعادة خالد المالك وعدد من المسؤولين من الجهتين. الحافلة كبيرة وتسع فيها 4 أسرة، فيها أماكن خاصة للاستراحة قبل وبعد التبرع، في أماكن خاصة للفحوصات اللي يسوونها، وغير هذا أن هي عالية التقنيات والتجهيزات الموجودة. أيضا من ضمن الأشياء اللي يعني نحن هيئة الصحة، هذا الأسبوع يصادف الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية وتحت شعار مع النزهر. الحملة هالسنة يعني هيئة الصحة مركزة أو يعني حتى باقي القطاعات التعليمية على التنمر الإلكتروني. خلال هذا الأسبوع نتمنى من الكل يتابعنا، راح نحط نصائح يومية للأطفال وأولياء الأمور بكل ما يتعلق بالتنمر الإلكتروني. أيضا حملتنا حارب السكري مستمرة على مدار شهر نوفمبر، وكان مثل الوقت المناسب لقياس مستوى السكر في الدم للنوع الأول والثاني، وأيضا لسكر الحمل، وهذا أيضا موجود في قنوات التواصل الاجتماعي. عرضنا اليوم سؤال وإن شاء الله باكر راح نقول لكم الإجابة. سؤالنا اليوم في قنوات التواصل الاجتماعي، اختر الإجابة الصحيحة. التبول المتكرر هو علامة تحذيرية محتملة لمرض السكري، هل الجواب صحيح أم خطأ؟ لين الحين 89% جاوبوا أنه صحيح، و 11% أنه خطأ. لكن بنشوف لين باكر شو آخر الإجابات اللي راح تكون موجودة والجواب الصحيح. أيضا نحن نتمنى من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية والاحترازية، من مثل لبس الكمامات والتباعد الجسدي، وأيضا مراقبة يعني مثلا الأعراض اللي تكون موجودة، خصوصا إذا هم كانوا يهتمون بأشخاص كبار في السن أو من ذوي المناعة الضعيفة في المنزل. نأكد أيضا على أن البوابة المحاذية لشارع أبو بكر في مسجد دبي هي مغلقة، وممكن استخدام البوابات الأخرى الموجودة في حرم مستشفى دبي. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والعافية ودمتم بصحة وسعادة. شكرا أسماء على الأبديت الأخير في وسائل التواصل الاجتماعي. آمنة شرايك في حفلة التبرع في الدم؟ طبعا الحفلة أصبحت متطورة أكثر، هيئة الصحة في دبي دكتورة هند تحاول دائما أنها تواكب التطور، حتى شوفي حتى في مجال يعني حافلة التبرع بالدم. وكذلك أنا حابة موضوع السوشيال ميديا والأسئلة اللي تطرحها أسماء على التواصل الاجتماعي، ونتمنى من المستمعين أنهم يشاركون. فقولي لنا دكتورة جوابك على السؤال اللي طرحته أسماء بموضوع السكري. أنت عطينا جوابك. أنا أقول إنه صح، بالفعل هو صحيح، يعني أنا سبقت الأحداث خربت على اسمه. بالفعل التبول بكثرة هي أحد الأعراض. خلاص يا أسماء دكتورة هند جاوبت على السؤال. فالحين أعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل وبنواصل معاكم مع فقرة خدمات الهيئة، وبيكون معنا الدكتور خالد بامخرمة استشاري أمراض الجهاز الهضمي. انتظرونا لتسمعون كل جديد عن خدمات عيادات الجهاز الهضمي. صحة وسعادة.
رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل مرة ثانية مستمعينا 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. من بين الأقسام المميزة اللي تقدم خدمات طبية فائقة المستوى يأتي قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى راشد، وللتعرف إلى إمكانيات هذا القسم ونوعية الخدمات اللي يوفرها يسعدنا أن نستضيف معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور خالد أحمد استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى راشد في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتور. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة دكتور خالد، يسعدنا تكون اليوم معانا دكتور وتحدثنا عن هذا القسم في مستشفى راشد وإمكانيات قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر إذاعة نور دبي على الاستضافة، وحقيقة الإذاعة هذه دائما تطابق لما هو كل جديد ومفيد للمستمعين. حقيقة إمكانيات وحدة الجهاز الهضمي في مستشفى راشد إمكانياتها كبيرة ومتميزة. لدينا أولا شق التكلم على شق المناظير، فلدينا 5 غرف مناظير مجهزة بأحدث المناظير. كل المناظير في الجهاز الهضمي، سواء كان مناظير الجهاز الهضمي العلوي، مناظير الجهاز الهضمي السفلي، مناظير الأمعاء الدقيقة، مناظير القنوات الصفراوية، وطبعا القسم كان له السبق أن احنا أدخلنا أول مستشفى يدخل مناظير الدقيقة للقنوات الصفراوية هو قسمنا، وكنا استقبلنا حالات كثيرة من كافة إمارات الدولة. وحقيقة هذا الجهد إنما يدل على الجهد والدعم الكبير الذي تبذله إدارة المستشفى ممثلة بمدير المستشفى دكتور فهد باصليب ورئيس وحدة الجهاز الهضمي دكتور سمير العوضي على الإمكانيات المبذولة من الإدارة للقسم. حقيقة طبعا المناظير الجهاز الهضمي تطور كبير جدا من كل النواحي، من ناحية التشخيص قمنا تحركنا مش فقط للتشخيص الحالات، قمنا كمان بعمل المداخلات والإجراءات العلاجية في كافة المناظير الجهاز الهضمي، سواء كان العلوية السفلية، سواء كان القنوات الصفراوية أو حتى البنكريات. أعطيكم أمثلة، مثلا الأجسام الغريبة اللي ممكن يبلعها الأطفال أو الناس الكبار بالغلط، ممكن إجراء المنظار وإخراج هذه المعادن أو الأجسام الغريبة هذه بالمداخلات. هذه بس عينة من المداخلات أو الأشياء العلاجية، بالإضافة إلى هذه الإمكانيات ممكن نعمل نحن نوقف النزيف، سواء كان نزيف الجهاز الهضمي العلوي السفلي، استئصال الأورام، تشخيص الأورام. هذه كلها أصبحت عن طريق مناظير الجهاز الهضمي. نحن نستقبل كافة أنواع أمراض الجهاز الهضمي، سواء كان متعلقة بالمريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، القولون، وكافة أنواع أمراض القولون، أمراض الكبد، أمراض البنكرياس، والمداخلات اللي نجريها فيها كلها المداخلات، سواء كانت تشخيصية أو مداخلات علاجية. لدينا عيادات لأمراض الجهاز الهضمي، عيادات عامة، ولدينا أيضا عيادات متخصصة لأمراض الكبد ومتابعة هذه الحالات، ولدينا أيضا عيادات متخصصة في تقرحات القولون المناعية، لأن هذه الحالات تحتاج متابعة كثيفة ومتابعة دقيقة. فالقسم أنشأ عيادات متخصصة لهذه الأمراض. نعم دكتور، ممكن تحدثنا عن نوعية الخدمات الطبية اللي يوفرها هالقسم؟
الخدمات تشخيص وعلاج كافة أمراض الجهاز الهضمي. نعم. سواء كان مثل ما خبرتك المريء، سواء كان في المعدة، سواء كان في القولون، القسم بالعيادات اللي موجودة يكون بتشخيص وعلاج هذه الحالات بكل الإمكانيات المتاحة الموجودة فيه. نعم نعم دكتور، ومن هذا من هذا المنطلق ممكن تحدثنا عن أغلب المشكلات اللي تصلكم إلى قسم أمراض الجهاز الهضمي؟ حقيقة المشكلات كثيرة، ولكن لدينا ارتجاع الحمضي، ارتجاع المريء الحمضي، هذه واحدة من الأشياء اللي نشوفها بشكل كثير، عصر الهضم، القولون العصبي، تقرحات القولون العصبي، تقرحات القولون المناعية، تليفات الكبد كل أنواعها سواء كان الدهنية أو غير الدهنية، تشخيص وعلاج كافة التهابات الكبد الفيروسية والمناعية، تشخيص وعلاج التهابات البنكرياس بكافة أنواع سواء كانت مناعية أو غير مناعية. ما شاء الله دكتور، أنت تكلمت عن العديد من المشكلات اللي تصلكم للقسم، هل في فحوصات مبكرة إحنا ممكن يعني نسويها عشان نقي الأشخاص من إصابتهم بهاي الأمراض، فحوصات مبكرة؟ ممتاز سؤال، صراحة يعني أكثر من رائع. نحن طبعا دائما نقول الوقاية خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار. فواحد من الأشياء اللي نحن نوصي بها وهي الكشف المبكر لأورام القولون والمستقيم، فنحن ننصح أي مريض عدى 45 أن يذهب إلى العيادات الموجودة الخارجية ويطلب من الدكتور اللي موجود هناك أنه يعمل له الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن أورام القولون. فحقيقة الفحص طبعا في نوعين، والأفضل المنظار المريض الطبيب يحوله من العيادة الخارجية إلى مستشفى راشد لعمل المنظار. طبعا المنظار في هذه الحالة راح يكون تشخيصي، وإذا في أي لحميات صغيرة لا قدر الله نستأصلها في نفس اللحظة، في نفس اللحظة. وهذه يعني واحدة من الأشياء اللي صراحة نحن نركز عليها ونوصي فيها، لأنه مثل ما تفضلتي الوقاية خير من العلاج. يعني أنت تنصح أي شخص فوق 45 سنة سواء كان ذكر أو أنثى أن يسوي له هذا الفحص كل كم، كل 6 شهور، كل سنة؟ ممتاز. طبعا إذا كان المريض، طبعا نحن عندنا فريقتين، هو فحص الفراز نشوف إذا كان في دم لا قدر الله، إذا كان ما في دم الفحص يتعمل كل سنة فحص براز. أوكي. كيف؟ لكن نحن نفضل هو المنظار القولون. منظار القولون ميزته إنه يعني تشخيصي وعلاجي، لا قدر الله لو شفنا أي لحميات في نفس الحجزة وفي نفس الوقت نشيل اللحميات هذه. إذا كان المنظار القولون سليم ما في أي لحميات، فالمريض بعد 10 سنوات ننصحه إنه بعد 10 سنوات يعمل المنظار. ولكن إذا وجدنا لا قدر الله اللحميات، فيعتمد على حجمها وعددها متى نعيد المنظار. فممكن نحن نعيده بعد 6 شهور، سنة، 3 سنوات، 5 سنوات، حسب المنظار وحسب اللحميات اللي شفناها وطبيعة الأنسجة اللي تم تشخيصها في خلال المنظار. يعني إذا الشخص سليم وصاحي أنت تنصح هذا الفحص يكرر كل 10 سنوات، إذا كانت في بعض المشكلات هذا يرجع لتقدير الطبيب. نعم، إعادة المنظار يعتمد إذا كان المنظار سليم بعد 10 سنوات نعيده، وإذا كان فيه لحميات يعتمد ممكن 3 سنوات، ممكن 5 سنوات، حسب الحالة دكتور. نعم. وهل في علاقات وراثية ما بين المشكلات اللي أنت تكلمت عنها
وهل لها علاقة بالوراثة أو ما لا ما لها خص؟ طبعا أورام القولون عادة ما تكون جانب الوراثي يلعب دور كبير جدا، عشان كذا نحن ننصح كل الناس اللي لديهم عائلة تاريخ يعني عائلي يعني عنده ورم لا قدر الله انه انه يسوي الفحص هذا اكثر ولا عن 45 يسوي اذا عنده؟ والله يعتمد على التشخيص الحالة. مثلا اذا كان شخص اذا مثلا شخصنا الفرد 40 سنة لا نعمل لازم ننزل العمر الى 30 عشان نعمل الفحص. انت فيعتمد على عمر الشخص الذي شخص فيه هذه الورم. دكتور خالد، هل في نصيحة أخيرة تعطيها للمستمعين لحفاظهم على جهازهم الهضمي من هذه الأمراض؟ نعم، حقيقة نصيحتي للمستمعين هو حديث رسول الله عليه وسلم، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالاعتدال في الأكل والشرب شيء أساسي، وهذه طبعا من الطب النووي، ورسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالموضوع هذا، التقليل من الأكل، الرياضة، ممارسة الرياضة، الذهاب للأطباء إذا كان في أي يعني مشاكل في الجهاز الهضمي. الحمد لله الحكومة والدولة ما قصرت، في عيادات عندنا منتشرة في كافة أنحاء الإمارات. دكتور خالد ما علينا إلا الذهاب. نعم دكتور خالد أحمد، الحديث معك جدا شيق وممتع، وشكرا على المعلومات المفيدة والقيمة اللي أثريت فيها حلقتنا اليوم، يعطيك ألف عافية. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ومشكورين وجزاكم الله خير، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد يا رب. استمعينا، بناخذ فاصل وبنرجع لكم مع مصطلحنا الطبي. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أذكركم مجددا بأرقام التواصل 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. طبعا آمنة دكتور خالد، يعني أنا أشيد بالجهود اللي يبذلونها في مستشفى راشد في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والبناظير، وتحدث عن العديد من العيادات العامة والمتخصصة متخصصة في الكبد وأمراض القولون وما إلى غيره. فيعني دائما مستشفى راشد من المستشفيات المتميزة واللي دائما تحرص على يعني أنه دائما تجيب أحدث العلاجات وأحدث الإجراءات اللي تسويها عشان تحافظ على صحة مجتمعنا. وذكر نقطة وايد مهمة اللي هي عن الفحوصات المبكرة. طبعا أنا أي حد من المستمعين إذا كان عمره فوق 45 سنة طبعا إحنا ننصحكم إنكم تروحون للعيادة وتسوون الفحص اللي قال عنه دكتور خالد عشان تحافظون على صحتكم وتكتشفون لا سمح الله إذا كان في أي شيء مبكرا. ومصطلحنا اليوم آمنة يقول الوسواس القهري. يتسم اضطراب الوسواس القهري بنمط من الأفكار والمخاوف الغير معقولة اللي هي الهواجس اللي تدفعك للقيام بسلوكيات متكررة قهرية غصبا عنك. يعني تتدخل هاي الهواجس والسلوكيات القهرية مع الأنشطة اليومية وتسبب الإزعاج الشديد للشخص. يمكنك محاولة تجاهل أو إيقاف هواجسك الخاصة، بس هذا راح يزيد من الضيق والقلق عندك. في نهاية المطاف تحس أنك أنت مدفوع لأداء الأعمال القهرية في محاولة عشان أنت تخفف من التوتر اللي صابك. على الرغم من جهودك المبذولة لتجاهل أو تخلص الأفكار أو الحوافز المزعجة، أنت تستمر في التفكير فيها، وهذا ما يؤدي إلى المزيد من السلوكيات الطقوسية والدوران في حلقة مفرغة من اضطراب الوسواس القهري.
غالبا ما يتركز الاضطراب على مواضيع معينة، الخوف من التلوث بالجراثيم، وهذا يؤدي أنه يخاف من التلوث، وكثير نشوف اللي يغسلون إيدهم بشكل إلزامي ومتكرر. طبعا في بعضهم الحين مع كوفيد دامنا كلنا صار عندنا الوسواس طبعاً هذا. دكتور اللي كان عنده هالوسواس يمكن لو شوية أحس أنه خلاص مع كوفيد استوى أكثر، فإحنا نتمنى من المستمعين أنه ما يشعرون ان هذا كوسواس، بالعكس يعني نحن هذا يعني يمكن ان شاء الله فتره وبتعدي ان شاء الله، وبنحاول ناخذ منها المفيد اللي هو نحن خلاص تعودنا، خلاص متعودين نعقم يدينا 24 ساعه. طبعا كل شيء باعتدال اوكي، بس اللي احنا نتكلم عنه هو المبالغه، يعني طبعاً. هذول اللي فيهم هذا الوسواس يبالغون جدا في غسل ايديهم لدرجه ان ايدهم وجلد الايد عندهم تتقرح وتروح وكذي. نعم، فاحنا نتمنى من اللي عنده هذا النوع من الوسواس انه يقوم بالاعتدال، كل شيء بالاعتدال ممكن يعني نتفاداه، حتى الوسواس القهري طبعا يستشير الاخصائي المختص، هذا بعد احسن حل بعد عشان طبعاً. يساعده في تجاوز هذا الاضطراب. وطبعا دكتورة من اضطراب الوسواس القهري بننتقل لفقرة التغذية اللي عودنا المستمعين عليها كل يوم، واليوم احنا بنتحدث عن المكملات الغذائية. ومثل ما نعرف ان كل ام تحلم ان الرضيع يكبر بسرعة ويعني وينمو اكثر ويكون بصحة، فيمكن تلجأ للمكملات الغذائية للطفل، وهذا اللي بتحدث عنه أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة هنادي حسني. صباح الخير. صباح النور يا هلا. اليوم موضوعنا كتير شائق بالنسبة للأمهات، مثل ما تفضل في كتير من الأهالي بيسألونا أسئلة المكملات الغذائية إذا أطفالهم كانوا يحتاجوا يستخدموها. أول شيء نعرف إيش هي المكملات الغذائية. هلا الغذائية هي عبارة عن فيتامينات ومعادن الجسم ما بيقوم بتصنيعها وبيحتاجها بكميات قليلة، مشان هيك توجب على أي إنسان سواء كان طفل أو بالغ أو في يعني في مرحلة الحمل، في مرحلة الرضاعة، في جميع مراحل العمر، إنهم يتناولوا غذاء متوازن حتى يلبي جميع احتياجاته من هاي العناصر اللي هي كتير مهمة لأداء الوظائف الحيوية اللي هي الفيتامينات والمعادن. مثل ما قلنا الجسم ما بيقوم بتصنيعها، مشان هيك توجب عليه ياخدها من الأغذية. كتير من الأهالي بيسألونا إذا كان الأطفال بيحتاجوا ياخدوا مكملات غذائية بالإضافة إلى تغذيتهم. هلأ بنقول لهم إذا كان الطفل بتغذى غذاء متوازن بيحتوي على جميع العناصر الغذائية من جميع المجموعات الغذائية، يكون أخذ كافة العناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسمه، خاصة إذا كان الطفل سليم ما بيعاني من أي مرض مزمن بيأثر على امتصاص هاي العناصر الفيتامينات والمعادن، وإذا كان كمان نموه سليم ضمن الحد الطبيعي، هون الأم تتأكد إن الطفل أخذ كفايته من جميع العناصر الغذائية ولا يحتاج أي مكمل غذائي. نعم. هلا في بعض الحالات تقولي لنا عن كيف يمكن اختيار المكمل الغذائي اللي يحقق النمو المتوازن للطفل. هلا مثل ما قلنا إذا الطفل أخذ كامل العناصر الغذائية من جميع المجموعات الغذائية، يعني من مجموعة النشويات، البروتينات، الفاكهة، الخضار، اللحوم، مجموعة الحليب، بيكون أخذ كافة العناصر الغذائية ولا يحتاج إلى مكملات غذائية. لكن في بعض الحالات إحنا بنضطر نستخدم مكملات غذائية، مثلا عند الأطفال الانتقائيين بطبعهم وضعيفي الشهية، هلأ بيكونوا بيقتصروا على أغذية معينة ولا ما بتناولوا الأغذية من جميع المجموعات الغذائية، بالتالي غذائهم بيكون غير متوازن وبنقصهم بعض العناصر والفيتامينات المعدنية، بالتالي توجب علينا إعطائهم مكملات غذائية لفتح الشهية ولي زيادة نموهم وأخذ تغذية متوازنة. وفي كمان الأطفال اللي بيعانوا من أمراض مزمنة، مثل الأطفال اللي بيعانوا من مرض الفشل الكلوي المزمن، الأمراض اللي الأطفال اللي بيعانوا من الأمراض الأيضية اللي بنضطر إحنا نعمل أو إلى تقليل كمية البروتين في بعض الأمراض أو تقليل كمية الدهون المتناولة أو الكربوهيدرات المتناولة، بالتالي بنقصهم بعض العناصر
المعدنية والفيتامينات، وبالتالي توجب علينا أنه نعطيهم مكملات غذائية. نعم أستاذة هنادي، ممكن يعني ممكن لضيق الوقت تحدثينا عن إذا كانت المكملات الطبيعية أو الصناعية هي الأفضل للطفل، وكذلك نتمنى نسمع منك نصيحة أخيرة أيضا. هلا دائما بنقول المكملات الطبيعية هي طبعا أفضل، معلومة جدا مهمة. كفاءة امتصاص الجسم للمعادن والفيتامينات من مصادرها الطبيعية بيكون أكبر بكثير من كفاءته بامتصاص المعادن والفيتامينات المصنعة، فبالتالي نلجأ دائما إلى المصادر الطبيعية إذا تمكننا. لكن في بعض الحالات مثل ما قلت الأطفال بيعانوا من مشاكل صحية، فتوجب علينا نعطيهم مكملات غذائية. هلأ نصيحة أخيرة، إنه لا نفرط في تناول. هلأ بعض الأهالي أوكي عند الطفل نقص فيتامين دي بيقوموا بالإفراط في إعطائه أو الاستمرار بإعطائه دون اللجوء إلى الطبيب. قبل إعطاء أي مكمل غذائي يجب اللجوء إلى الطبيب لعمل فحص لتحديد نسبة هذا العنصر في جسمه إذا كان بيحتاجه أو لا، وبعد أخذه لفترة مؤقتة مراجعة الطبيب لإعادة الفحص للتأكد من أنه النسبة تعدلت ولا لا، لأنه زيادة أخذها والإفراط في أخذ المكملات الغذائية قد يصل إلى حد السمية في جسم الأطفال إذا ما تم عمل كنترول عليها. نعم أستاذة هنادي، طبعا نحن شاكرين لك حديثك معنا اليوم، ونذكر المستمعين إن إذا كان أطفالهم يملكون أي أمراض معينة أو إذا كان طفلهم انتقائي في الأكل، فهذه لهم اللي يختارون المكملات الغذائية، مش أي طفل سليم وياخذ أطعمته بشكل صحيح. فشكرا لك أستاذة هنادي حسني، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، على وقتك وعلى معلوماتك القيمة. حياك يا أهلا. وطبعا دكتورة هند، اليوم أيضا بعد فقرة التغذية لدينا فقرة جدا مهمة واللي هي صحة المسنين، واليوم بنتكلم في هاي الفقرة عن الزيارات المنزلية لكبار المواطنين، وبيكون معانا الدكتور تامر محمد استشاري طب المسنين في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور تامر. صباح النور حضرتك. صباح النور، أهلا فيك دكتور. دكتور، ممكن تحدثنا كنبذة سريعة عن الزيارات الطبية المنزلية والفئات المستهدفة من هذه الخدمة؟ لأن طبعا وردتنا أيضا أسئلة في البرنامج الإذاعي عن الزيارات الطبية المنزلية، ومن هم الأشخاص والفئات المستهدفة لهذه الزيارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الزيارات المنزلية الموجودة في هيئة الصحة في دبي تقدم لكل المتعاملين الغير قادرين على الوصول إلى المراكز الصحية أو العيادات في المراكز الصحية أو التي يصعب عليهم الوصول إليها. نعم. ده من كل الأعمار. كل في عندنا 12 مركز صحي حاليا. ال 12 مركز صحي بكل مركز صحي بيقدم الخدمة المنزلية للمنطقة الجغرافية اللي هو فيها. غير كده في بالنسبة لكبار السن، لأن هم الغالبية الساحقة من غير قادرين على بلوغ المراكز الصحية، في زيارات أخرى تغطيهم من مركز من قسم طب المسنين، ده موجود في مركز صحي المنظر، لكن بنغطي كل من هم كبار في السن فوق 60 سنة ممن يتم تحويلهم إلينا من المراكز الصحية. عفوا دكتور، إذا كنت تتكلم من السماعة ممكن تشيل السماعة لأن ما نسمعك عدل. أنا كنت فاكر كده أحسن. أي أحسن. أنا قلت حضرتك إن هم كل من لا يقدر على بلوغ المركز الصحي بسهولة أو العيادات الصحية في المراكز الصحية في دبي، يعني من 12 مركز صحي في دبي بيقوم فريق الزيارة المنزلية في المركز ده بزيارته في البيت، ومن دولت لو كان حتى كبار السن محتاج استشارات وحدة رعاية كبار السن اللي هي موجودة في مركز صحي المنظر، طبيب الأسرة اللي موجود في المركز بيقوم بتحويله إلينا وإحنا بنتابعه. طبعا هي الغالبية الكبرى من المتعاملين غير القادرين على بلوغ المركز طبعا هم كبار السن، فوحدة رعاية كبار السن بتغطي كل 12 مركز بالإضافة إلى مدينة حتى. في زيارات منزلية عندنا بتقوم إلى مدينة حتى. طيب دكتور، قبل ما نطلق حملة الخدمات الزيارات المنزلية، الهيئة وفرت لنا تقنيات محددة، هل لنا أن نتعرف عليها شوي؟ طبعا
طبعا هي حضرتك الزيارات المنزليه، تقصد حضرتك الزيارات المنزليه دي بتقدم خدمات كتيره. في زيارات، احنا طبعا وقت الكورونا طبعا كانت الزيارات تحولت من زيارات منزليه فيزيائيه فيزيكال يعني مباشره، احنا بنحضر بالفريق، بننتقل بالفريق بتاعنا مباشره لتقليل العدوى. كان في قبلها يعني قدرا كده كان في برنامج الطب عن بعد او التواصل عن بعد، ده كان عشان حد العدوى، ده واحده من الطرق اللي احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نحد العدوى، نقل العدوى بين المرضى. غير كده عندنا في الزيارات المنزليه في هيئه الصحه بيقدموا خدمات، معظم الخدمات تتم في المراكز، يعني عندنا تحاليل الدم لو محتاجين تحليل دم بنسحبها، لو عندنا عندنا محتاجين فحص طبعا في عندنا مراكز صحيه بالذات بيقوم بالحقن، يعني في عندنا الحقن زي الانسولين بس ده مش كل الايام لانه في يومين بيبقى المراكز الصحيه مش موجوده فيها زيارات منزليه. غير كده في عندنا التطعيمات، في حمله التطعيمات دلوقتي كانت شغاله بقى شهرين تقريبا، غطت تقريبا كل كبار السن الموجودين في البيوت. جميل جدا. وتحدثنا شوي عن الفرق الطبية المتخصصة اللي تقوم على تقديم هاي الخدمة. طبعا دكتورة هند، أنا يعني أوجه في هذا المحور الشكر لهذه الفرق الطبية، يعني شهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي أسر تشكرهم على زياراتهم المنزلية والخدمات اللي يقدمونها. فطبعا دكتور نحن اليوم من هذا المنبر حابين نشكركم على هاي الخدمات اللي تقدمونها لكبار المواطنين، جهودكم جبارة وخدماتكم مشكورة أيضا. العفو حضرتك. حضرتك الزيارات المنزلية زي ما قلت حضرتك في عندنا في كل مركز، في ال 12 مركز في عندنا فريق زيارات منزلية، ده للمنطقة الجغرافية فقط اللي هي فيها وده لكل أعمار. فريق زيارات منزلية لكبار السن اللي هو موجود تحت المركز تحت المنظر، ده 5 أطباء، 4 تمريض، 2 علاج طبيعي، 2 أخصائيين علاج طبيعي، وكان في طبيبة علاج طب طبيعي بس هي دلوقتي طلعت على المعاش ومستنيين إن شاء الله يجي البديل بتاعها. إن شاء الله. يعني فريق متكامل دكتور أنتم موفرينه لكبار المواطنين عنا والمقيمين. دكتور تحدثنا شوي عن طب المسنين، نوعية الرعاية اللي توفرونها على وجه التحديد. هو طب المسنين ظهر حضرتك في أواسط القرن العشرين علشان الناس أعمارها ابتدت تزيد، يعني كان احنا متوقعين أعمار ممكن توصل 50 سنة في معظم الدول في متوسط القرن العشرين، وصلت بعد كده عدت 100 في دول زي اليابان. فابتدت أمراض ما كناش متعودين تظهر والتعامل معها كان منظم مختلف، يعني طب المسنين دايما بنحاول نقربه للناس. هو الفرق بين طب المسنين والبطنة زي الفرق بين طب الأطفال والبطنة، ما هو بطنة بس لا، المنظور الأولويات طريقة تعامل الأمراض المشهورة بتختلف من كبار السن إلى البالغين. فطب المسنين حضرتك بيقوم بيركز على الاعتمادية، يعني احنا طبعا بنعالج الأمراض البطنة طبعا بس الفوكس بتاعنا ومقياس النجاح عندنا هو استعادة أكبر قدر من الاعتماد على الذات والاستغناء عن الآخرين في ممارسة نشاطات الحياة اليومية، بالإضافة إلى أن جزء الوقاية فيه هو جزء كبير جدا لأن معظم أمراض كبار السن تبقى أمراض مزمنة، فمحاولة علاج كل مرض ما بيجيبش نتيجة أو لأنه تبقى متشابكة يعني صعب انفصال عن بعض. فالأفضل طريقة عندنا هو الوقاية. وطب المسنين ده مش خاص بالمسنين على عكس ما الناس متخيلة، يعني ذات الأسنان يعني طبيب الأسنان مش متخصص في خلع الأسنان، ده هو يحمي الأسنان، يعني عشان كده بيبتدي يتعامل مع الأطفال من الأطفال، وإحنا بنبتدي نتعامل مع ناس من سن البلوغ لأن ساعتها التدخل بشوية إجراءات يمنع الإعاقات في كبار السن. بما أنك أنت تحدثت عن الوقاية وما غيره دكتور، تعطي نصيحة عامة للأسرة اللي تواجد عندهم مسن في منزلهم، كيف تتم رعايته بالشكل الأمثل؟ بالنسبة لكبار السن اللي في البيوت لازم نعرف أن كبار السن دولت يعني مش قابلين للكسر، يعني هو مش اللي يتحط في ركن وما حدش أراده ما يقدرش يعمل حاجة. يا ريت إحنا ما نزيدش نسبة الإعجزة عنده بأن إحنا نعوده أن ما فيش حاجة يعملها، يعني هو عايز مثلا يقدر يأكل نفسه، لا أنا هأكلك، لا سيبه. أنا عايز ينزل يروح يجيب حاجته أنزل معاه، مش أقول له لا أقعد في البيت وأعمل، أنا أنزل معاه وأساعده أن يعمل حاجته. عايز يلبس هدومه أبص عليه أقعد جنبه وهو بيلبس هدومه، لو احتاجني في حاجة يناديني، ولو مش قادر أحاول أعوده، يعني نحاول قدر الإمكان التمرين وليس أن نحن نمنعهم أو نريحهم من كل حاجة. إحنا كده بالتدريج بنقول لهم أنت ما تقدرش تعمل، أنت مش محتاج تعمل، أنت مش هتعمل.
فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو كبار السن حضرتك لازم تكون عارفين ان هم هم جيل مختلف عننا هم، فلازم مش كل الحاجات اللي بيقولوها ملهاش معنى، ليها معنى بالنسبه لهم. لازم يكون معروف ان هم التواصل في كبار السن يعني معنى عندهم الاهتمام غير معنى الاهتمام عندي. لازم يكون الاهتمام بتاعي ان انا اكون قدامه اكلمه، مش ان انا عارف طالما انا برعاه يبقى هو عارف ان انا بحبه. لا، هو كبار السن كان في زمانهم كانوا اجتماعيين جدا، يتواجدوا مع بعض، يعني كانت الدعم كان معناه التواجد الجسماني. فاحنا لازم برضو ليكون الدعم هو التواجد الجسماني، يعني ازوره بس لكن مش لازم اقعد معاه كتير. هو بينبسطوا جدا بوجود ناس قدامهم مش بالتليفون بس. قد التليفون ده مهم جدا، لكن لو قدرت مثلا اشوفه بره خلاص ماشي، اساله، بيهتموا بالحكايه دي، بتحس عندهم. ولازم نقعد نكلمهم على اوقات مجدهم، يعني حضرتك ان فلان ده دلوقتي ما بيقدرش يروح، لكن زمان من 20 30 سنه كان الامر الناهي في مزرعه كبيره. نكلمهم على الاوقات الكتيره اللي كانوا بيهتموا بيها، مش نكلمهم على الاوقات اللي هم ما بيقدروش يعملوا فيها دلوقتي. انت عملت ايه النهارده؟ انت اكلت ايه النهارده؟ طبعا يقول لك انا ما قدرتش اخرج ولا اروح واجي ولا اعمل اي حاجه. لكن بدل ما نقعد نقول له انت عملت ايه النهارده؟ طب مين جالك امبارح؟ كله انت كنت زمان بتعمل ايه، كنت مش عارف لما احنا سافرنا من دبي رحنا العين كنت انت عملت ازاي، بنيت المزرعه ازاي، الاوقات التي فيها يعتز بانجازاته. الحاجتين مهمين جدا دولت، بعتبر ان هم من اكتر الحاجات اللي بتخلي المسن قادر على الاعتماد على نفسه، شايف ان هو يقدر يعتمد على نفسه وبيحسن جوده الحياه، ان هو نساعده ان هو يقوم باكبر عدد من المهام بنفسه. ولو احنا شايفين ان هو ده خطر عليه بنحرسه، يعني نقعد جنبه ونشوف هو فعلا قادر عليها ولا لا، ونديله اقل قدر من المساعده. مش لازم ما ندوش يا اما ما فيش يا اما كل حاجه يعملها بنفسه او ما يعملش اي حاجه بنفسه، في حاجه في النص. والحاجه الثانيه ان دايما كلامنا معاه يفكروا بالاوقات التي كان فيها سعيد، كان منتج، كان على قمه الاسره او المجتمع. نعم دكتور تامر محمد استشاري طب المسنين، الحديث معك شيق جدا، وشكرا على وقتك الثمين وعلى نصائحك جدا قيمه، يعطيك الف عافيه. طبعا طب المسنين في هيئة الصحة احنا نشيد بخدماتهم دائما يعني، والجهود اللي يقدمونها جهود جدا جبارة في حفاظهم على كبار السن عندنا من المواطنين والمقيمين. قال شيء وايد مهم ان احنا لازم نمكنهم انهم ما يعتمدون على نفسهم. آمنا في ختام حلقتنا نذكر المستمعين ضرورة لبس كماماتهم بطريقة صحيحة لوقايتهم من كوفيد. نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عن حسن ظنكم. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة، الشكر لإذاعة نور دبي، شكر لجآمنا، والشكر لمخرجنا الأستاذ أيمن. ودمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.